بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، توجه فريق جمعية جذور بحملة لزيارة المستفيدين من الجمعية ضمن المنازل، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا يلي منعت فريق الجمعية من إقامة الفعاليات، وخاصة فعاليات الدمج يلي بيقوموا فيها بكل عام. رح نحكي أكثر عن عمل الجمعية، ورح نحكي أكثر كيف عم نكفي زراعة الفرحة والبسمة ولكن ضمن الإجراءات، وحتى ما ينصابوا أيضا، لحتى ما نصيب حالنا ونصيب غيرنا بكورونا. رح نحكي أكثر مع السيدة خلود رجب رئيس مجلس إدارة جذور. صباح الخير. صباحكم طائد فرح. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. يعني صباح. مثل ما ذكرنا 3 كانون هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات. يعني خلينا نحكي أكثر كجمعية، ونحن بنعرف جمعيتكم من زمان ودائما نحن بنواكب الفعاليات تبع جمعيتكم. الجمعية هي مهتمة بهدول الأشخاص اللي عندهم احتياجات معينة، بتدعمهم وخاصة بهذا اليوم. خبرينا عن فعالية هذا اليوم. هلا بالنسبة لليوم العالمي لذوي الإعاقة اللي صادف 3 ديسمبر، طبعا تزامنا مع هذا اليوم اللي أطلقته الأمم المتحدة عام 92 لدعم قضايا ذوي الإعاقة وتسليط الضوء عليهم، بالإضافة لتضافر الجهود ونقل الخبرات اللي عم تتواجد بكل دول العالم. هلا نحن كجمعية جذور هي جمعية مهتمة بقضايا ذوي الإعاقة من عدة منطلقات. خلينا نقول هلا نحن عندنا برنامج بالجمعية، هو برنامج التربية الخاصة اللي هو بتفرع منه عدة مشاريع، منها مشروع المستدام الموجود بالجمعية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نحن معنيين بمركز رعاية اجتماعية بنقدم فيه كافة خدمات الرعاية، إضافة عندنا مشروع سوسيت هو مشروع الدمج الأول والكل صار بيعرفه، إضافة أنه نحن حبينا نتوجه لذوي الإعاقة أو المستفيدين الموجودين معنا بالجمعية بحملة اسمها لحتى يحبوا بكرة أو كرمال يحبوا بكرة، كان شعارنا لحتى نحبهم وندعمهم ويحبونا. طبعا هي الفكرة كانت نحن كل سنة بنتوجه لشريحة معينة، بالسنوات الماضية توجهنا لمعهد الإعاقة الحركية ووزعنا كراسي متحركة. حلو. السنة اللي بعدها كمان توجهنا للكفيفين وبالإضافة لمتلازم الداون. السنة شوي بحكم الظروف الحالية والأزمة المركبة اللي عم تعيشها سوريا أكيد وفيروس كورونا، فما قدرنا أكيد حفاظا على صحتهم أنه نجمعهم بمكان واحد، كونه دائما هن عندهم شوي مناعة بتكون خفيفة يعني. نعم. فحبينا نحن نزورهم بمنازلهم ونقدم لهم هيك طاقة محبة وفرح أنه دائما نحن على تواصل معهم ودمجهم يعني بطريقة معينة. يعني خلود بيكون شوي حسوا بملل أو بفقدان، لأنه دائما نشاطات جذور هي عمرانة، وخاصة كمان هلا شهر ميلاد وراس السنة وسوسات وهدول القصص. فخلينا نحكي يمكن الزيارة الوحدة ما بتكفي. أكيد. كيف عم تمتصوا إن كان الغضب إن كان الملل، وكيف عم تتعاونوا مع الأهل لحتى هن شوي يساعدوا أطفالهم ويقوموا بدوركم اللي كنتوا تقوموا فيه؟ تمام. هلا مزبوط كلامك، بدليل كان كتير عندهم شكوى خلال فترة. نحن الكبار كنا شوي ضايجين فكيف هن يعني، ولكن هن دائما صار في توعية بهذا الموضوع بالنسبة لنا وحتى بالنسبة للأهالي، كنا دائما نتواصل معهم تليفونيا. بالإضافة أنه نحن حبينا كمان نتوجه لأنهم كل فترة نزورهم بالمنازل نشوف شو احتياجاتهم. أما بالنسبة للمركز اللي نحن مستلمينهم فدائما الشغل كان بشكل يومي، ولكن ضمن عدد محدود عم يتواجد ضمن المركز. نعم. يعني دائما يمكن منقول أنه فكرة دمج الأشخاص هدول مع الأشخاص العاديين هي الرئيسية دائما نحن اللي بنفكر فيها، لأنه نحن بناخذ منهم وأيضا بنعطيهم. خلينا نحكي على أهمية الدمج، نحكي عن أهم النشاطات اللي تركزت على عملية دمج الأشخاص مع الأشخاص خلينا نقول العاديين أو المختلفين. تمام. هلا بالنسبه للجانب اللي بتهتم فيه الجمعيه كمان هو الجانب التوعوي او الجانب الحقوقي. يعني نحن دائما بنتوجه لذوي الاعاقه بمفهوم حقوقي وليس مفهوم رعائي او خيري. سهل كثير انه نحن نتوجه لهم بهديه او نتوجه لهم بشيء معين او تفصيل معين، ولكن هي شريحه متمكنه بالمجتمع، شريحه موجوده بالمجتمع. دمج المفروض يكون بطريقه اكثر فاعليه، خلينا نقول اكثر رشاقه. هذا الموضوع جسدناه بتجربه فريده من خلال مشروع سوسيت.
مشروع سوسيت هو مشروع بنعتبره تجربة فريدة من نوعها، لأنه صار في دمج تفاعلي ودمج تبادلي بين الجمهور خلينا نقول وبين متلازمة الداون الموجودين معنا ضمن الكافيه. بالإضافة أنه كان في تمكين نفسي على هي الشريحة، تمكين نفسي حتى على ذوي خلينا نقول أهلياتهم، بالإضافة أكيد لإدخالهم لسوق العمل. نعم مدام خلود، خلينا نحكي أكثر. يمكن خلال السنوات الماضية جمعية جذور كان عندها إيفنتات، سنة عن سنة عم نتطور، سنة عن سنة عم يزيد العدد وعم تكبر هي العيلة أكثر وأكثر. خلينا نحكي وهيك نخص المشاهدين، نحن كيف بنتعلم من الصعوبات، كيف بنقدر نكون عيلة وحدة ناجحين ومحققين الأمل والحب لكل الجروب؟ هون دورنا نحن نكرر ثقافة عمل تطوعي حقيقي، عمل تطوعي جاد من خلال المحبة. دائما المحبة هي سيد الموقف، وشعار جمعية جذور هو العمل محبة وللمحبة جذور. فأكيد بالنهاية بكل حياتنا في مطبات وفي عوائق، ولكن بالمحبة بتقدري تذليليها وبتقدري تتجاوزيها وتتخطيها على طول. أكيد في صعوبات دائما بتواجه أي عمل له هدف معين، وأكيد رغم التسهيلات اللي يمكن رغم الجهود والمتضافرة إلا ما يكون في عنا عوائق معينة. منا اكبر عائق فيروس كورونا حاليا يلي نحن هلا عم نواجهه. شو اهم الصعوبات يلي عم بتواجهوها؟ هلا اهم الصعوبات بخلال الفتره الحاليه، نحن كجمعيه بالنهايه ما وقفنا خلال فتره الكورونا. حلو. تمام، يعني نحن ببدايه الكورونا كنا ضمن الاستجابه الاجتماعيه الطارئه اللي اطلقتها وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، واشتغلنا بحمله كانت اسمها منا وفينا. نعم. توجهنا فيها. هلا هي الجمعيه ما لها عمل اغاثي، هي عمل تنموي، ولكن حاولنا نساعد كثير بهذا الموضوع بتوزيع سلال غذائيه لعده شرائح كانت متضرره من هذا الموضوع. حلو. بالاضافه حتى بالحرائق، الحرائق كمان كنا موجودين تماماً. كمان بالاضافه انه نحن دائما هلا بحملات تعقيم عم نشارك فيها دائما، فنحن اكيد ما وقفنا ابدا خلال فتره الكورونا، لانه هذا جزء من دورنا وجزء من عملنا. أكيد. خلينا نحكي هلا هذا الشهر اخر شهر بعام 2020، سنه كانت صعبه شوي على كل الناس، هيك الله يفرج على الكل بالسنه الجديده، ان شاء الله تكون خير وحب وعطاء اكثر واكثر. مشاريعنا القادمه على سنه 2021. هلا سنه 2021 هي سنه خلينا نقول باخره بالمشاريع ان شاء الله وبالحملات والمبادرات اللي دائما نحن تعودنا تكون حاضره وموجوده بكل نشاطات الجمعيه. نحن هلا كمان في عنا بعيد الشجره، كمان بالتعاون مع حمله شجرها رح نكون موجودين بحمص كمان لنشجر بعض الاماكن اللي تضررت بالنسبه للحرائق. في عنا ترنيمه فرح كمان مناسبه الاعياد وراس السنه، كمان رح نتوجه لصيدنا ان شاء الله. تمام. بالاضافه اكيد بالنسبه لمشروع سوسيت ان شاء الله بجهود رسميه حيكون في عنا كافي دائم لمتلازمة الداون لحتى يكون في استدامة ونحقق فعلا الغاية من المشروع. يعني يمكن مع هالسنة اللي هيك شوي كانت صعبة علينا 2020، فينا نقول ختمتوها ببعض النشاطات والفعاليات. صحيح. إن شاء الله الله يعطينا هيك عمر ويكون الوضع أحسن بال 2021. في أجندة جديدة حابين تضيفوا لها، شغلات جديدة على عمل جذور؟ تمام. هلا احد اهداف جمعيه جذور هو العنف القائم على النوع الاجتماعي، العنف ضد المراه، ونحن كثير عم نحاول نسلط القضيه على هذا الموضوع لانه موضوع كثير مهم، بالاضافه للعنف الالكتروني الموجود حاليا كمان عم نعمل حملات توعويه عن هذا الموضوع كمان ان شاء الله، كمان هذا ضمن اجنده 2021. حلو. ان شاء الله يعني نحن نتمنى لكم التوفيق، واكيد يعني اللي عنده هيك اداره ما بيخاف اكيد، وناطرينكم بكل شيء جديد وتألق أكثر وأكثر وتكونوا عائلة أكبر وأكبر. شكرا كثير لك مدام. شكرا لكم، وشكرا للإخبارية اللي هي نحن دائما بنعتبرها بيتنا الثاني. أكيد. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم، وإن شاء الله هيك بنتمنى لكم التوفيق بباقي مشاريعكم في العام القادم.